الشعر تراث جودة والجوع تطرح وخيل وبل هو بيركض بحبر عودة هو بيركض بحبر عودة والبارود والجحفة وهدير جمل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم بمزيد الأجر والثواب، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. كان شعر الفخر ولا زال أشهر وأهم أغراض الشعر عند العرب قبل الإسلام وبعده وحتى يومنا هذا، وهو غرض وجداني متأصل لما له من علاقة مباشرة بحياة الناس في المجتمع البدوي منذ العصر الجاهلي بسبب وجود التنافس بين القبائل والأحلاف، وكل له شعراءه، وكل شاعر يعلي من شأن صفه وحزبه، لا سيما إذا وجد فيه من يستحق الإشادة والفخر به. وما يجري على الشعر الفصيح يجري أيضا على الشعر الشعبي أو النبطي، وخصوصا في ظروف انهيار الأوطان حيث تجبر القبيلة بأن تكون هي المظلة وهي الواجهة الاجتماعية والسياسية، حيث تتفاخر القبائل بما قدمت لأوطانها من تضحيات وشهداء وفزعة، وكذلك تتفاخر أحيانا بما قدمت من تلازلات لأجل السلام وجمع الصف، والافتخار أيضا بالماضي جهادا ومقاومة للاستعمار. ونحن في ليبيا والحمد لله نفتخر بكل القبائل وكل المدن حيث جمعنا تاريخ الجهاد المشرف المشترك، لا شرقي ولا غربي ولا جنوبي، الكل أدى ما عليه، وما زالت الأجيال تتوالى والتضحيات لا تتوقف ما دامت الحياة. حفظ الله ليبيا. حتى نلتقي غدا إن شاء الله في الحلقة الختامية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh, hey.
عزيز نفس دربا يتشرف عصرات
قطع الأرض بالبطن على فسدان، وبكرة يكمل هاي وفي كده من هنا لهنا لوط والصيعان، وما ينتسى عندنا كرام جميلة اللي استطعموا بعد الشقا لمان، حياة وطن كامل ما حياش قبيلة نعم بيه بالجودة وبالفرجان، ومعه وطن ما شامخ شموخ نخيلة ما فيه من عزة وعنفوان، حياة وطن كامل ما حياش قبيلة نعم بيه بالجودة وبالفرجان، ديار الهل والقفلات ناس ديار الهل، شعر وتراث وجودة ونجوع تطرح وخيل وبل، ونجوع تطرح وخيل وبل، هو بيركض بحضر عودة، هو بيركض بحضر عودة، والبارود والجحفة وهدير جمل، والبارود والجحفة وهدير جمل، كل عام ليها عودة علي وطن مال